في أشياء أخرى غير الكربون قد تتفرع من السلسلة الرئيسية. وفي هذا الفيديو سأقدم لكم هاليدات الألكل، الكل هالايدز، الكل هالايدز، وهذه الحالة حيث واحد من العناصر الهالوجينية، عناصر الهالوجين هي في العمود القبل الأخير من الجدول الدوري، الفلور والكلور والبروم واليود، عندما يتم استبدال واحد من الهيدروجينات المرفقة مع الكربون مع الهالوجين. إذا رسمت بعض هاليدات الكل هنا لنفكر قليلا كيف يمكن تسميتهم، ومثلما سمينا كل الجزيئات العضوية إلى الآن سنبحث أولا عن أطول سلسلة، أطول سلسلة وأطول سلسلة التي تحوي على رابطة ثنائية إذا كانت موجودة، وفي الحالة لا يوجد رابطة ثنائية. إذا أطول سلسلة تبدو هكذا، نبدأ من هنا ونسير إلى هنا، أو ممكن أن نسير بأي شكل، لكن هذه أطول سلسلة. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 كربونات، لنتأكد من هذا. حسنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 كربونات، ونريد أن نبدأ من النهاية حيث سنصطدم بالهالوجين أولا، أو تفرع آخر، أو تفرع آخر من السلسلة، أي شيء موصول مع سلسلة الكربون غير الكربون. لذا سنبدأ من هذه النهاية. إذا لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8، إذا نتعامل مع الأوكتان هنا، السلسلة الرئيسية لديها 8 كربونات، إذا نتعامل هنا مع الأوكتان، والآن يجب أن نفكر بهذه الهالوجينات المختلفة التي لدينا. إذا أولا لدينا الكلور، لدينا الكلور، وهذا سيكون 2 كلورو، هذا سيكون 2 كلورو، هذا ما سوف نسميه به، سنرتبهم جديا، ومن ثم نضعهم أمام الأوكتان، ومن ثم هذا البروم، ومن ثم هذا البروم، وهو عند الكربون الرابع. إذا 4 برومو، العنصر الأصلي يسمى بروماين، بروم، وقمنا بتغيير الآين إلى أو آر أو. إذا هو هذا البرومو، برومو، أو يجب أن نقول آين إلى أو. إذا هذا هو البرومو، وبي تأتي قبل سي، لكن لم ننتهي بعد، لأنه ليس لدينا فقط هاليد، ليس لدينا فقط هذه الهالوجينات هنا، أيضا لدينا مجموعة مثل، لدينا كربون واحد موجود هنا، إذا لا نريد أن ننسى هذا المثل. إذا هذا سيكون 5 مثل، خمسة مثل، عندما نكتبه بأكمله سنستخدم الترتيب الأبجدي، بي تأخذ الأسبقية، إذا سيكون هذا 4 برومو، 4 سأكتبه هنا، إذا 4 برومو، ومن ثم لدينا السي، إذا 4 برومو، 2 كلورو، 2 كلورو، 5 مثل، 5 مثل أوكتان، أوكتان، إذا 4 برومو، 2 كلورو، 5 مثل أوكتان. الآن إذا نظرنا إلى هذا الهيكل البنائي هنا، التفرع الرئيسي للكربون الذين فقط ذرتي كربون فيه، لدينا فقط ذرتي كربون فيه، إذا نتعامل مع إيث أو الإيثان، هو برابطة أحادية، إذا هذا يدلنا أننا نتعامل مع الإيثان. ولنرى ما هو المتصل به، لدينا العديد من الهيدروجينات مرفقة به، قمنا باستبدال عدد من الهيدروجينات بالهالوجينات. إذا لدينا الفلور هذا هنا، يمكن نبدأ من عند النهاية، يمكن أن نبدأ من عند النهاية التي لديها أشياء أكثر مرفقة بها. إذا في هذه الحالة لدينا، حسنا، لدينا 3 ذرات فلور مرفقة به، حسنا، ومن ثم مع الفلور، حسنا سأتركه بهذا الشكل الآن، كنت أريد كتابته لكن تذكرت أنه يجب ترتيبها أبجديا. إذا لنكتب عند نقطة معينة في التسمية،
سيكون لدينا مرفق، سنبدأ بالعد من هنا. هذا سيكون كربون رقم واحد، إذا هذا الكربون واحد، هذا الكربون اثنان. إذا عند نقطة معينة في السلسلة لدينا، سأغير الألوان، سيكون لدينا واحد اثنان ثلاثة فلور، إذا سيكون ثلاثي الفلور، تراي فلورو، تراي فلورو. وكلهم عند الكربون واحد، إذا سيكون واحد 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 تراي فلورو، وهذا يشمل ذرات الفلور الثلاثة هنا. ومن ثم سيكون لدينا عند نقطة معينة في التسمية لدينا هذا البروم مرفق مع الكربون الثاني، إذا اثنان برومو، اثنان برومو. ومن ثم لدينا أيضا الكلور متصل مع الكربون اثنان، إذا لدينا اثنان كلورو، اثنان كلورو. ومن ثم نسير بالترتيب الأبجدي، بي تأخذ الأسبقية، ومن ثم سيكون لدينا سي، ومن ثم لدينا تراي فلورو، ونتجاهل التراي، لكن اف تأتي بعد البي والسي. إذا هذا سيكون اثنان برومو اثنان كلورو، اثنان برومو اثنان كلورو. إذا هذا سيكون اثنان برومو اثنان كلورو، يمكنني استخدام نفس اللون، اثنان كلورو اثنان كلورو، نفس الفكرة. ومن ثم لدينا واحد تراي فلورو، تراي فلورو إيثان، تراي فلورو إيثان، إيثان. الآن أريد توضيح شيء عند القيام بهذا. الرابطة الثنائية أو المزدوجة شاهدنا في الفيديو المتعلق بالألكينات ما تزال تأخذ الأسبقية قبل كل شيء. وإذا نظرنا إلى هذا المركب الأصلي أو الجزيء الأصلي هنا، لو حاولنا إلقاء رابطة مزدوجة هنا، إذا لنقل أننا وضعنا رابطة مزدوجة هنا، عندها فجأة هذا سيغير آلية التسمية. أولا لن يكون هذا أوكتان، هذا هنا سنتعامل هنا مع الأوكتين. إذا في هذه الحالة فإن السلسلة ستبدأ من النهاية، حيث تكون أقرب على الرابطة الثنائية، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة سبعة ثمانية. إذا هذا سيصبح سبعة كلورو، وهذا سيكون خمسة برومو، وهذا سيصبح أربعة مثل. وهذا المركب هنا لم يعد لدينا هذه التسمية هنا، لأننا أضفنا هذه الرابطة المزدوجة. الآن سنضعهم بالترتيب الأبجدي، سيكون خمسة برومو، سيكون خمسة برومو، نحتاج بعض المساحة هنا، سيكون خمسة برومو، سبعة كلورو، سبعة كلورو، سبعة، سبعة كلورو، أربعة مثل، أربعة، أربعة مثل. ومن ثم لدينا أوكت، لكن هذا الكين، لذا نريد الإشارة إلى موضع الرابطة المزدوجة، أوكت اثنان إن، أوكت اثنان إن. الآن إذا كان لدينا رابطتين ثنائيتين، لنفترض الآن أن لدينا لا يمكن رسم الكثير من الروابط هنا. الكربون لديه فقط أربع روابط، لكن هذا الكربون لديه ثلاث روابط، وهذا الهيدروجين يمكن وضع رابطة مزدوجة هنا. في هذه الحالة سيكون لدينا، ولم أشر في الواقع إلى هذا في الفيديو السابق، لذا هذا نوع من التصحيح. هذا بدلا من أن يكون اثنان إين، سيكون الآن بدلا من أن يكون اثنان إين، عند إضافة الكربون الثاني هنا، أو أقصد الرابطة المزدوجة الثنائية الثانية، سيكون الآن، سأدير الشاشة اليمين قليلا، إذا الآن سيكون أوكت، سيكون أوكت. هناك رابطة مزدوجة عند الكربون الثاني وعند الكربون أربعة، إذا اثنان أربعة، لا نكتب إين، هذه غلطة قمت بها في الفيديو السابق، قلت هناك هبت وقمت بوضع إين. الآن بما أننا وضعنا رابطتين ثنائيتين ستكون داي إين، داي إين، لا يمكن أن ننسى هذا، وهذا يعني أن هناك رابطتين مزدوجة.
لأنني كتبت إثنان وأربعة، لذلك هذا يتكرر قليلا. إذا إثنان أربعة دايئين. الآن إذا كان لدينا هذا مع هذه الرابطتين المزدوجات، سيكون لدينا 5 برومو، 7 كلورو، 4 ميثيل، أوكت إثنان أربعة إين. والسبب لتقديم هذا هو للتصحيح نوعا ما أو دايئين، ولأبين شيئين. الأول أن الرابطة المزدوجة تأخذ الأسبقية عندما نقرر اتجاه الترقيم، وأيضا لتصحيح بعض الأخطاء التي قمت بها في الفيديو السابق، حيث نسيت وضع داي عندما كان لدينا رابطتين مزدوجة.